فهمت ما نمشيش ديجا للكاكتوس ما نفهم فرق بين تعب يلقى فيك ما هو بيطلعك يولي فرقع بيك وبالبرنامج تاعو كيما عملنا في المعولات فهم فرق بين برنامج جي انت ما يعديكش على خاطر فما فنانه ما تحبش تكون يحكي عليها خاطر اصحاب مع جماعه البرودكسيون خاطرهم عندهم بوات ايفينمونسيال يعملوا سهريات مع الفنانه هذيك ما يساعدهمش ليماج نتاعها خايب تعبوني راني نخدم برشا حلقات ما يتعداوش حمامه طارت موجوده على الانترنت عامل 300 الف في نهار ما عداوهاش حتى الحوار نخدم فيها اربع سنين عمرها ما هزت عمره ما جابوني استدعوا في فنان عمره 53 عنده اغنيه نسيت اسمها كانت تباع في كاساتات وانا ما مستدعونيش عمرك شريتني انفيتي في امور جديك حكيت شوي امور جديك وقتها كريم حضرت فهمت حسيلو مازلنا تعمل على روحك في الدنيا هذه ماكش ولد الحوار التونسي خاطر طلعت قبل الحوار التونسي معناتها الحوار التونسي بدات كنت ناجح معناتها مش نجحت اترافير الحوار التونسي لكن حسيت مش قلبك معبي لكن ماخذ في خاطرك من الحوار التونسي ما مش ماخو في خاطري شوية لخاطر استنيت أكثر أنا حتى ما عملوه لعطاوني حيت أكحل عطاوني هدي زعيم ديجا حيت أكحل وكاميرا العام الثاني كل شيء نعمله واحد شتف معناها تشوف سكتشات بسام وفيصل وغيرهم يجيب لك تحب كوستيم يجيب لك أنا معناها كان نصب مريول تتقلب الدنيا معناها ثم تحس ثم تمييز بينات تمييز ما زوز برامج ما عندهم حتى علاقة واحد إنتاج كاكتوس الآخر إنتاج 8 برود في 8 برود تبع سامي الفاري تاع الأكثرية عندهم معناها راح تواصل في التجربة مع كلام الناس في الموسم الجاي ما تعرفش ربي ما كلمونيش تو نورمالمون بديت الحوار التونسي تركح في برامجها من تو صحيتك هاي بداو يركحوا ما كلمونيش يمكن خاطر ما نضحكش ويمكن يكلموني ديما يكلموا في الاخر راهم ما نعرفش انا تعبت خويا تعبت ياسر انا